السلام عليكم، كل عام وانتم بألف خير، ينعاد عليكم بالصحة والموفقية والنجاح إن شاء الله. اليوم نكمل وياكم البرنامج الوورد، وراح نشتغل على موضوع الانسيرت اللي هو راح نبدي بيه كبداية. راح نطبقها على الصور، يعني ندرج صورة نغير بخصائص هاي الصورة كأنما أنه جاي نشتغل على فوتوشوب، ونغير حتى مكانها. وبعدها راح نجي للمكونات الأخرى اللي هي بقائمة الانسيرت، مثل اللي هو ندرج فد سمارت ارت، او ندرج فد شارت معين، او ندرج شغلات رسومات يعني خاصة هندسية، او انه مجرد بس توضيحية. فنبدأ وياكم موضوع الصور، اللي هو من نجي نروح على قائمة انسيرت ونروح على بيكتشرز، راح يظهر لي انه هذا مربع الحوار، يقول لي انه يا صورة اللي تريد تخليها. مثلا انا اختارت هاي الصورة الموجودة امامكم. بعد ما تنزل الصورة، يعني من جيت اختارتها، هاي الصورة موجودة عندي بالحاسبة، اقدر حتى يعني انزل صور من الحاسبة، اونلاين بيكتشرز اقدر انزلها، واقدر انزل شيبس. بس قلنا بداية نبدي ويا الصور. هاي الصورة انا جيت نزلتها، راح تظهر لي عندي الهاندلز اللي يسموها هذني الاماكن التحكم، يسموها الهاندل. فمن خلالها اقدر اتحكم بالطول بالعرض، وهذا الرسم او هذا الهاندل هو يمثل لي الروتيت، يعني اللي هو من خلاله اقدر ادور الصورة في الزاوية معينة، بدل انه تكون هي قاعدة لا اقدر افرها. وهذا قلنا انه اقدر اسحبها السايز، يعني اقدر اسحبها انه بالعرض او بالطول، او انه اسحبها بالطول وبالعرض من خلال هذني المؤشرات او الاماكن التحكم. بعد انه هسه انا ورا ما اجيت درجت الصورة، راح انه يظهر لي تاب او قائمة جديدة ما موجودة مسبقا، هي خاصة بالصورة هاي. اذا انت اختارت اي صورة او نزلت صورة جديدة، راح يظهر لك هذا التاب اللي هو يسمونه بيكتشر فورمات، بعدة خيارات خاصة بالصور راح نتناولها ان شاء الله هسه. زين، فهذا اللي تشوفوها الخيارات امامكم. راح نبدي باول وحدة اللي هي ريموف باك جراوند. من اسمها ريموف باك جراوند، راح شنو راح يفترض، خلينا نقول انه عفكم من هاي الصورة، صورة القطة هاي، يعني سابقا كانت عندنا هاي القطة اسمها جريسي. اجيت مثلا صور المعاملات، انه اجيت اخذتها بفد استوديو معين، شلون راح يشتغل عليها الشخص، شلون راح يمسح الباك جراوند الخلفية، يعني دائما اكو ظل، دائما اكو اضاءة متغيرة. فبالبرنامج اكو خاصية اللي هي ريموف باك جراوند، فمن تجي تختارها راح يقول لك شنو هو الفور جراوند، او شنو هو الجزء اللي تريد تخليه ظاهر. فمن تجي تأشر هاي الجزء، راح شكو شيء انه يختلف الوانه جذريا عن هذا الجزء، راح يمسحه، راح يسوي شفاف او ابيض، لون ابيض. فراح تظهر الصورة بدل ان تكون هذا الشكل، راح تظهر بهذا الشكل. يعني هذا يحتاج بعد اللي هو فوتوشوب حتى نقدر نشيل بقية الحواف. اوكي، يعني بالوورد بها الامكانية تقدر تستفاد من عندها اذا كانت الخلفية ما كانت معقدة مثل الصورة اللي عندكم هنا. مثلا الصورة انت ماخذها عندك بتليفونك وبظهرك الحايط، حايط طبعا اكيد اختلاف الضوء، فتقدر تستفاد من عندها، تجربوها وتظهر لكم الصورة بس انه الجسمك، او بس فقط الجزء اللي ظاهر بالكاميرا، والخلفية راح تكون هي شفافة او بيضاء. الكوركشنز، الكوركشنز يعني مثلا الصورة انا التقطتها بإضاءة مو زينة، او انه الاضاءة مالتي عالية، والالوان تغيرت، يعني وجود شمس، وجود فد مصدر اضاءة معين، او انه الكاميرا مالتي انا مو زينة، اقدر اعدل عليها اللي هو من خلال الكوركشنز. يشوفون مرسوم عليها مثل الشمس اللي هو تغير لك الاضاءة، اللي هي فقرتين عندكم، هي اما البرايتنس او الكونتراست. البرايتنس هي درجة الاضاءة اللي موجود عندك، كأنما انت خال إضاءة مباشرة قدام الصورة، فمن تخليها خافتة راح الصورة تصير عندك غامقة أو مظلمة،
منتج الزيدة راح تصير جدا يعني مضيئة للألوان مالتها، يعني قريبة للأبيض، وتقدر تتحكم بالكونتراست. الكونتراست هي درجة التباين بين الألوان، يعني تعتمد بين صورة وصورة، ماكو شيء ستاندر. يعني اقول لك مثلا خلي الكونتراست مالتك بالنص انه افضل شيء، لا، كل صورة تعتمد حسب ظروف الالتقاط مالتها. خلينا نجي نشوف اللي هو مثلا الموجودة الكوركشنز مالتي. اكو لستة من الكوركشنز موجودة عندكم، يعني هي باي ديفولت انه مطيك شنو تسوي وشنو نتيجتها. فتقدر ان مثلا هاي الصورة اجي اختار اي وحده من موجوده هنا، يعني راسا هو راح يظهر لي الافكت مالته والتاثير، اختيار اي وحده اجي اختارها مباشره، يعني مطيني مجموعه، خلينا نقول هاي قد 5 في 6 يعني 30 نوع او اكثر، اجي اختار منها. او انه مثلا انا اجي ازيد من يمي او اقلل من يمي اللي هو بالبرايتنس والكونتراست لحد ما تظهر لي البرايتنس والكونتراست اللي اريده، يعني تروح على البيكتشر كوركشن اوبشنز منها. اكو خيارات ثانية هي خاصة بالكالرز اللي هي الساتوريشن اللي هي درجة اشباع من الالوان، يعني تقدر تقللها انه تكون الالوان مغامقة، والتمبريتشر انه كأنما انت تصور الحرارة، يعني شلون شايفين الصور الثيرمال، كل ما زيد الحرارة يعني تميل الالوان عندك الى اللون الاحمر او الاصفر وهكذا. فشوفوا هنا هسه هاي تقدرون تجربوها على الصور الموجودة عندكم. الفقرة الثانية اللي موجودة عندي بقائمة البيكتشر فورمات هي الكلر. اقدر اغير الكلر مالت الصورة، يعني نمط الالوان الموجود عندي هنا. فالكلر مثلا هسه هاي جاي يشوفون الساتوريشن مالتها، درجة الاشباع جاي يشوفوها انه تتغير الى ان توصل مثلا انه هسه الالوان الموجودة عندي، طبعا قلت لكم تختلف من صورة الى اخرى، الالوان هنا هي مائلة لاصفر بس كل ما زيدت تصير اصفر طوخ الى قهوائي. زين، هاي الساتوريشن. التون هم يعني التناغم بين الالوان الموجودة عندك بالصورة. شوفوها هاي الصورة، يعني هنا تكون شكلها مختلف عن البقية. ونفس الشيء بالنسبة للريكالر. ريكالر انه تريد درجة مالت الالوان مالتك، مثلا الصورة هي تكون كلها مائلة للون الاخضر او الازرق، او انه تخليها هي مجرد صورة ابيض واسود، يعني مثل الصور القديمة، او تخليها انه يعني مو بس ابيض واسود، الابيض والاسود يعني اقصد بيها انه جراي سكيل، فهي بين الابيض والاسود. اكو عندك الوان رصاصي بس هذا الابيض والاسود اللي هنا البلاك اند وايت، هذا جراي سكيل يسمونه، عندك هذا البلاك اند وايت، هذا يخلي يا اما اسود يا اما ابيض، ماكو درجه بيناتهم. الارتست تك افكت اللي هي مثلا مالات شو تقول، مثلا هي الصوره مرسومه بالوان زيتيه، الوان مائيه، او انه رسم، يعني شلون تقول انه حسب طبيعة الادوات اللي يستخدمها الفنان، تقدر انه صورة عادية تطبق عليها هذا الشيء. زين، يعني مثلا هسه هاي الصورة كأنما هي مرسومة على قماش وجايين راسمين عليها، بمطي التكستشر او انه النسيج مالته القماش. وهنا مثلا شوفون يعني اثار ضربات الفرشات مالت الفنان. اوكي، الصورة بعد عندي شنو الكويك ستايل. الكويك ستايل انه اغير شكل الصورة، انه فد اعطيها فد اطار او اميلها فد زاوية معينة او خليها داخل بيضوي الى اخره. من هاي الاشكال تقدرون تختاروها همين امامكم. بعد انه مثلا انا جيت غيرت بالصورة وما عجبتني، قلت انا لو ضال على الصورة الاولية احسن لي، تقدر ترجع على انه منا تختار ريسيت بيكتشر. ريسيت بيكتشر راح يرجعها كانما هي الصوره اللي جبتها انت الاصليه من الفايل نفسه. الصوره نفسها تقدر تضيف لها بوردر،
فخذنا موضوع البوردر خاص بالتيبل. نفس الشيء بالنسبه عندك بالصوره، يعني هسه هاي الصوره خليت لها تيبل، قصدي سوري خليت لها بوردر. فهذا البوردر، البوردر اقدر اغير السمك مالته، يعني الويت هنا من تقرون على الويت تقدر تغير السمك مالته. طبعا القياسات هنا أنا بالبوينت، فانه كل ما تخلي اثخن راح يظهر لك انه السمك مالته اكبر، يعني مبين هو. والكلر تجي تختاره منه، والداش همين تقدر تغيره، انه مو شرط انه الاطار مالتك هو بس بولد، يعني بس خط غامق، تقدر تخليه داش. عندي بالبيكتشر افكت عندي اللي هي بريسيت، اللي هي بافل والامبوس وال3 دي روتيشن والشادو والسوفت ايدجز، هذني كلها خيارات انه تغير لك من الصوره بحيث انه تخليها كانما انه شايفين الصوره مثلا مطبوعه على زجاج او مطبوعه على فد كوب معين. زين، تقدر تغير بهاي الشغلات الموجوده امامك، يعني بالصوره انه من خلال الشغلات الموجوده هنا. شغله جدا مهمه انه شلون اجي اقتص من الصوره، يعني الصوره مالتي مثلا جايبها وبيها هواي شغلات زايده، او انه مثلا ما اريد اطلع في شخص معين من عده. زين، اريد اطلع في جانب معين من الصوره، لو في شخص معين اركز عليه او مجموعه اشخاص، او استثني مجموعه اخرى، او اشيل مثلا صوره، صوره موجود بيها في شجره معينه اريد اشيلها. تقدر تسوي كروب، الكروب هو اقتصاص من الصوره، يعني الكروب يعني تيجي تختار الصوره وتجي تحدد الجزء اللي تريده من عندها. يعني تجي هسه هاي الصوره هنا راح اجي اسوي لها كروب، يعني هذا الشغلات الزايده هذا كله بياض زايد ما احتاجه، اجي غير الكروب. من اختار الكروب راح تظهر لي الهاندلز مالته، فهذا يصغرها انه قلنا من الطول بالطول وبالعرض، وهذني انه راح يضغطها يعني يشيل من الارتفاع، وهذا راح يشيل من العرض هذا الهاندل الموجود امامكم. مو شرط انه تسوي لها كروب بشكل ريكتانجل، تقدر تسوي لها كروب بشكل شيب، يعني الصورة مالتك تسويها مثلا على شكل قلب، او تقدر تسويها على شكل مثلا نصف دائرة او الى اخره من الشيبز الموجودة امامكم. يعني هسه هاي الصورة راح اسوي لها كروب بس عن طريق شيب. فمن تجي تضغط هنا، اذا ضغطت هنا مباشرة على الكروب راح يظهر لك الكروب العادي، بس اذا ضغطت السهم الموجود هنا راح تظهر لك خيارات اخرى اللي هي الكروب تو شيب، اللي هي تختار الشيب اللي تريده وتجي الصورة تبعا لشكل الشيب. الاسبكت ريشيو، من واحد يسألك شنو اقصد بالاسبكت ريشيو؟ الاسبكت ريشيو هي نسبة الطول الى العرض، يعني انه مثلا الصورة انت من تريد تجي تقص من عدها تجي تاخذ من الطول والعرض نفس الشيء، ما راح تغير. يعني قد نقول مثلا اخذت مثلا 100 بكسل من الطول، راح تغير مثلا بنفس النسبة راح تغيرها بالنسبة للعرض. زين، فالاسبكت ريشيو ضرورية انه مثلا شايفين التلفزيونات، التلفزيونات القديمة هي الاسبكت ريشيو مالتها شبه مربعة، يعني نسبة 4:3 طول العرض. تلفزيونات البلازما شوفوها مائلة تصير وايد سكرين، يعني هي 16:9 نسبة الطول الى العرض، فهذا مقصود بالاسبكت ريشيو اللي عندكم هنا. الفول، فول فد شيء معين، فول هو فد ذا كروب كوماند ريسايز ذا بيكتشر تو فول انسايد ذا بيكتشر اريا، يعني اللي هو شنو هي الاريا اللي امامك. هاي شوفوها هنا، هسه هاي الاريا الموجوده عندي، راح تصير الصوره بقد الاريا الموجوده. موضوع بعد عندي هنا ارينج جروب، لا الجروب بعدين ناخذه. الرابتكس، الرابتكس اللي هو شنو هو يسوي؟ انه من تجي كتابة عندك او تجي، هي الرابتكس مو شرط يكون خاص بالصور، هم يخص بالكتابة كتكست بوك. الرابتكس بي عدة خيارات، ان لاين وذ تكست، سكوير، تايت، ثرو، توب، بوتن، او بيهايند تكست، ان فرونت اوف تكست. الصورة مثلا اريد اخليها انه
تكون خلف صورة معينة أو خلف الكتابة، بس الجزء الظاهر اللي هو خلينا نقول جزء من عدها يظهر أثناء الكتابة، بس ما أريد أشتغل بالكروب. أوكي، يعني إنه الصورة تصير موجودة بالخلفية، فالكتابة راح تظهر قدامها. فمن خلال هاي الخيارات اللي هي مثلا wrap text، وعندي bring forward، bring backward، او انه ال set to back، هذا يعني بعد عندك خيارات مو بس هذا اللي امامكم. مثلا عندي هنا صورتين، الصورة الاولى مثلا صورة القطة راح اخليها خلف الصورة الثانية، فشو سويت لها send to back، بس هي تكملة الصورة الاولى وين موجودة؟ موجودة هنا، جاي تشوفون الحدود مالتها الصورة الأولى وصل هنا، بس هذا نفس الشيء أقدر أرجع الصورة الأولى خليها بمكان يعني تظهر فوق الصورة الثانية، إنه أقول له bring to front. زين، بعد عندي شنو؟ عندي الالاينمنت. الالاينمنت هو محاذاة، يعني إنه أحاذي صورة بالنسبة للدوكيومنت مالتي. يعني هسه هاي الصورة أيد أحاذيها ويا هاي الصورة، على حجة اثنيناتهم بنفس المستوى نفس البداية، فتقدر تسويهن جروب. زين، وقبل الجروب تقدر تسوي الاينمنت. بس مبدأ الجروب هو شنو يسوي؟ يعني انه عندك مجموعة اوبجكت مو شرط صور، يجوز تكست بوك، تقدر تسويها جروب فتتعامل وياهن كلهن نفس الشيء. يعني من تريد مثلا تسويهن كوبي كلهن ينسخن، لانه كلهن جروب واحد. هاي طبعا تم عملية انشاء الجروبات اللي هو بعد انه ما تنتهي انت اديتنج من للصور التكست بوك، يعني متأكد من عدهن سوي لهن جروب، ولا انه اذا مثلا تغير على واحد من عدهن وتجي ترجعهن جروب عصير عندك مشكلة بالكوبي بيست، ما راح يقدر يعرف انه يا نسخة عندك هي الصحيحة. زين، يعني انه الجروب هو انصح انا دائما يكون هو بالاخير، يعني بعد ما تكمل اديتنج. اذا سويت كوبي قبل الجروب وقبل التعديل الجروب وبعدين عدلت عليه راح يحتفظ بالنسخه الاوليه. الشيبس، موضوع الشيبس هو يعني شكلكم انه اللي يريد يجرب بي يجوز ياخذ له يوم او اكثر حتى يكون له فد اشكال معينة، يكون له فد رسومات معينة اذا يريد مثلا يشتغل عليهن كلهن. بس نختصر انه هاي الاشكال اللي امامكم وتقدرون تنزلون اي وحدة، وكل وحدة لها وظيفتها، ومقسمها لكم الى مجموعة سكشنات اللي هي مثلا بلاك ارو وريكتانجلز واللي هو مثلا فلو شارت. فلو شارت ضروري انه مثلا تريد تشرح فد خوارزمية معينة، الخوارزمية لها فد فلو شارت. اوكي، التكست بوك عندك هذا فالشي دائما احنا نستخدمه، لانه راح يجيك مربع وتجي تكتب بداخله الكتابة اللي تريدها. مثال هنا عندي الشيبس موجودة، جيت نزلتها غيرت الكلر مالتها، مثلا هاي الغيمة، هاي السمايل فيس، وهذا السهم، اجي اغير الالوان بحيث انه الشكل اللي انا احبه واللي اتوقعه انه راح يكون من دز الملف الثاني، او انه تردون تسوونه تقرير، فشي مناسب. شغلة حلوة بالشيبس انه تقدر تقل له سيف as default shape. يعني شنو معناها؟ معناها انت هذا الشيب جيت نزلته مثلا اللي هو موجود عندكم هنا، هذا السهم خلينا نقول جيت نزلته، السهم اول ما ينزل راح ينزل بفد حجم واتجاه معين، صح لو لا، ولون معين. انت تقدر تغير هذا الشيء، مثلا انا اريد هذا السهم كل مره استخدمه بهالحجم وبهاللون، فمعناها شنو؟ تقدر تسوي له سيف اس ديفولت، تقدر تقول سيف اس ديفولت شيب. زين، ونفس الشيء بالنسبه للاوتلاين وهذا الشغلات الفول والاوتلاين والبوردرز، تظهر لك بهواي اشياء، يعني مو شرط انه
مثل ما حكينا على التيبل شفناها بالصور، هسه راح نشوفها بال موضوع الشيبس. فهنا هسه هذا اذا تنتبهون للشيب الموجود امامكم هو موجود داير ما دايره عباره عن مثل البوردر ولونه ابيض. اوكي ال هذني الشغلات اللي امامكم اللي هي الشيبس تقدر تضيف تكست بها، يعني مو بس انه تكون شكل وانما كتابه. طبعا الكتابه من تجي تختارها المفروض تراعي حجم الخط والوضوح مالته، لان هاي الشيبس خصوصا من تجي تغل على شيء وتحاول الطبعه تنتبه كل زين، لانه الشيب اذا كان حجمه صغير والكتابه مالته صغيره فما يكون من عنده اي فائده. شوفون هنا أنا انه هاي الكتابه نفسها اقدر انه اغير الالاينمنت مالت التكست، يعني هسه هنا شوفوها هي بالوسط، اقدر اخليها مثلا بالتوب، اقدر اخليها بالبوتن، ونفس الشيء التكست دايركشن، يعني التكست دايركشن هم راح تظهر لي. اكيد انتم من تختارون فد اداه معينه راح يظهر لك التول بار الخاص بها، راح لك اذا ما كان موجود راح يظهر لك انه في شيء لون مختلف عن بقيه القوائم مثل ما شفناها ويا البيكتشر فورمات، راح يظهر لك مات الشيب فورمات، خلينا نقول ما متاكد من الاسم بس هو شيب اي صحيح شيب فورمات. اتجاه الكتابه هم تقدر تتحكم بها، فهي تكون انه روتيت 90 او 270 او انه تقدر تغير من خصائص من خلال تكست دايركشن اوبشن، تقدر تحدد الزاويه اللي تريدها. كرييت لينك، شنو اقصد بكرييت لينك؟ كرييت لينك انه من اختار مثلا تو تكست بوك اريد اربط واحد ويا الثاني، جاي اقول كرييت لينك، راح اجي اكتب بالاول، الاول عدي قبط، وين راح تجي الكتابه المفروض اذا ما مسوي عدي لينك راح يظهر لي الكتابه جوا او ما تظهر، يعني اذا محدد الحجم مالته فيكس ويث او فيكس هايت او فيكس سايز راح تظهر الكتابه انه يعني بس البدايه مالته، ما راح تظهر الكتابه النهايه مالته. فبالتالي الاسهل انه خلينا نقول يجي اذا شايفين بالكتب عدد كتابه على اليمين وكتابه على اليسار وبالنص اكو موجود صوره، فتقدر تحكي على مثلا هاي الصوره من خلال الكتابه اللي هنا والكتابه اللي هنا. ما تريد تاخذ الكتابه حجم طويل كترتيب للملف مالتك، تريد تخليها انه تكون داير ما داير الصوره لان هي الصوره حجمها صغير، فالافضل تخليها انه بهذا الشكل، او انه اذا تريد تخلي تكست بوك عريض وهي الصوره تجي هنا كل منو ترتيبه. بس انه خلينا نقول انه شلون يسوون جماعه انه تكون الصوره بالنص، على فرض انه عندك صوره بالنص وعندك تكست بوك منها وتكست بوك منها، لازم تجي تسوي بيانات اللينك حتى تنقل الكتابه من تخلص عن من هذا التكست بوك راح تنقل الى هذا التكست بوك. السمارت ارت، السمارت ارت من اسمها سمارت ارت، يعني معناها خاصه في الشغلات انه مو بس اللي هو جاي واحد يستفاد من الوورد كطباعه، وانما انه تحليل بيانات، شغل شركات، شغل انه مثلا مشروع تخرج تريد ترسم انه دراسه جدوى الى اخره، تسويها بهذا الشكل اللي هي الاشكال الموجوده عندك هنا. هاي كل ما تختار وحده راح تظهر لك اشكال شكل، وطبعا هاي الاشكال من تجي تختارها هم راح يطلع لك السمارت ارت ديزاين، راح يطلع لك تاب جديد او قائمه جديده هي بيها بس الشغلات اللي موجوده بالسمارت ارت ديزاين، وهم من تجيون تطبقون وشوفون شنو الغايه من عندها. طبعا انا جاي مر بصوره سريعه لانه باعتبار انه هيئتكم المحاضرات البدايه على برنامج الوورد وهي هسه بس تطبيق، وان شاء الله راح انزل لكم كويز هذا يعني بالموضوع مالت الوورد حتى تعرفون شنو طبيعه الاسئله النظريه بهذا الشكل، يعني على الاسبوع الجاي على اكيد ان شاء الله. زين، فهذني الشغلات الموجوده بالسمارت ارت.
هي اكثر شيء مرتبطه ويا الاكسل، يعني انه برنامج الاكسل انت هو برنامج جداول، فانت تقدر تسوي جدول وتجي ترسمه عن طريق الشارت الموجوده بالاكسل او عن طريق الشارت الموجوده عندك بالوورد. بس ما ننصح بالوورد، لان يعني الوورد هو خاص بالتقارير، يعني تقدر انت تكمل الشغله بداخل برنامج الاكسل وبعدين تنسخها كصوره او كبي دي اف وتجي تنزلها داخل ملف الوورد. فعندك هذا هو الديزاين مالته، يعني تشارت، حتى التشارت هسه من تجي تختار تشارت هم يعني راح الديزاين مالته راح يكون قائمه جديده تشارت ديزاين. يعني بموضوع الاكسل او برنامج الاكسل يتناول هذا الشكل بالتفصيل. عندنا اخر موضوع اللي هو الادن. الادن هو فد اضافات تضيفها بالبرنامج، يعني ما موجوده، فد انه شغله يعني ما موجوده من الشركه نفسها مال مايكروسوفت او ما خالته، يقول لك اللي يريد يخليها لان هي تضيف فالسايز معين ومو كل الاشخاص يحتاجوها. مثلا خاصيه او الاد ان اللي هو الاضافه مالت الويكيبيديا، او اضافه ايموجي، ايموجي انه ايموجي كيبورد تقدر تنزل فد ايموجي بداخل الصفحه مالتك. زين، ما موجوده، يعني انه تقدر تنزلها مثلا كصوره، بس مثلا عندكم اذا اكو واحد مستخدم الفايبر راح يشوفها، هي انه ينزل ادن راح تضيف له فد مجموعه ايكونات او مجموعه ايموجي هي خاصة بهاي الشركة. فنفس الشيء تقدر تسوي هنا، وقلنا هي موجودة بكثرة بالانترنت، يعني هواي اكو شغلات انه مو شرط انه برنامج الوورد، حتى المتصفح مالتك تقدر مثلا تنزل بيه انترنت داونلود مانجر، تقدر تنزل بيه مثلا اد بلوك اللي هو يخفي لك الصفحات اللي تعطي اعلانات الى اخره. زين، موضوع الاخير هو يعني قلنا نختمها هنا، بس هو اخير شيء عندكم البوك مارك. البوك مارك يعني شغلات اللي هي اللي هي مفضله مثل المتصفح مالتكم. زين، تفاصيلها موجوده امامكم بالصور، يعني بالتفصيل شلون نضيف بوك مارك. البوك مارك هو وينها، هاي هنا عندكم، تجي تختار بوك مارك وراح شنو يطلب من عندك، اللي هو مثلا يا صفحة مثلا اللي يريد يروح لها او انه يا ملف اللي تريد يوصل له. زين، فهاي فائدة البوك مارك، يعني مو فشي ضروري انه بكثرة نحتاجه، امشي الاساسيات مالته. شكرا جزيلا.